ثواني بس، اتمنى ما حدا يتخطى المقدمه، في موضوع مهم لازم احكي لكم اياه. اخونا عاصم عامل حادث حسب ما فهمت، منزل منشور على المنتدى ومنزل صورته يا شباب، يعني واضح عليه انه هو تعبان، وحسب ما فهمت من المنشور يلي منزله انه في عنده كسور وهو تعبان. فاتمنى منكم، اتمنى منكم انه تدعوا له، ما تدعوا له بس بالكتابه، ادعوا له من قلبكم، لاني عن جد والله يعني وقت شفت الزلمه والله شي بزعل. فيا عاصم أتمنى لك الشفاء السريع يا باشا، وقدر الله ما شاء فعل، إن شاء الله بترجع أحسن من قبل ونشوفك في القمة يا باشا. طيب، فيديو اليوم جايب لكم شوية لقطات بسنايبر دي ال، أتمنى تعجبكم يا قوم، وكمان التركيبات راح أعطيكم إياها. فبس ما بدي أطول أكثر منكم المقدمة، أترككم مع الفيديو ومشاهدة ممتعة. يا عمري قول لا 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 لا، حرام 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 حرام. يلا يلا ريلود ريلود. ولد 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 يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا مشلول يا مشلول. يا عمري تعال تعال تعال، انت اخر واحد والله. هاي للتاريخ، هاي للتاريخ. نو سكوب. يا واحد يا واحد.